اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه شوف تي في، ومرحبا بكم معنا في المباشر الجديد من مدينه الدار البيضاء. كيف ما عودتكم قناه الشعب، قناه شوف تي في، القناه اللي فيها كنتعاونوا كاملين وفيها كنعاونوا بعضياتنا وكنوقفوا مع بعضياتنا ماشي العكس. اليوم جينا عند هذه الشابه للاسف بحالها بحال جميع البنات اللي كيكونوا مازالين صغار في السن، لكن الظروف كتحطهم في مواقف صعيبه. هاد الشابة طلقات، هي مازال صغيرة، فقط عندها يلا 28 سنة، تزوجت عندها جوج ديال الوليدات، شاءت الأقدار أنها تطلق، ولات كتعيش ظروف صعيبة. حنا كنعرفوا البنت ملي كتطلق وهي صغيرة كتعرض لبزاف ديال المواقف خايبة، ما كتخدمش في خاطرها، ما كتحركش في خاطرها، خصوصا ملي كتعرف أنها راها مطلقة. اليوم هاد الشابة هادي عندها مشكل واحد، وهو الكرا، تجمع عليها الكرا، ما عندهاش باش تخلصو. الوليد ديالها عنده 9 سنين، طاح خاصة عملية على الرجل ديالو، ما عندهاش باش دير ليه العملية، خايفة تشرد هي والوليدات ديالها. فكنتمنى انكم تسمعوا ليها وتفهموها وتحاولوا توقفوا معاها، ماشي تاديوها وماشي تعيروها وماشي تسبوها، فقط بغاتكم توقفوا معاها. السلام عليكم اختي. واخا عاودي لي القصة ديالك من الاول. تزوجتي، كنتي باغا تزوجي بخاطرك عن اقتناع؟ بخاطري انا كنت باغا تزوج، ودابا كتب عليا الله طلقت. شحال وانت مزوجه؟ مزوجه مده 9 سنين. 9 سنين وانت مزوجه، واخا كتاب طلاق ما تفاهمتوش انت وياه؟ طلقت 20 وليدات، ولدتي جوج وليدات، بنيه وولي. واخا كيفاش كتعيشي انت وياهم؟ دابا اختي كنعيش انا وياهم ظروف صعبه، ما عنديش باش نخلص الكرا، لا ما لا ضو، نجمع ليا الكرا. دابا فارس عليا، صافي طيح ولدي، طاح ليا في الزنقه، طاح وسرق ليا من رجلو. دابا كنقول ليا عمليه ما عنديش باش نديرها ليه، كنقول ليا القبص واش واخا تجبر ليا رجلو ما عنديش باش غادي نديرو ليه. واخا فاش كتشوفي ولدك دابا مهرس وما عندكش باش ديري ليه العمليه، باش كتحسي؟ اختي اش غندير؟ كيبقى في ولدك؟ كيبقى فيا، كي ما عنديش باش غادي. ما لقيتيش ليه الجهد؟ ما لقيتش ليه الجهد اختي، الجهد لا جا الله. جريتي به، حاولتي تقلبي على حل؟ جريتي نقلب على حل، ما لقيتش، ما لقيتش اللي يساعدني، واخا باش ندير ليه القبص ما لقيتش والو، حتى مرة ميت ما عنديش. واخا باهم ما عاقلش عليهم؟ باهم اختي ما عاقلش عليهم. تتواصلي معاه؟ تتعيطي ليه؟ كنعيط ليه، كنقول ليه جيب، كنقول ليه جيب ليا الصغير لولادك، ما كيجيبش ليا، ما كيعطينيش النفقة ديالو. داعية على النفقة؟ داعية على النفقة وما كيعطينيش. ما عطاش ليا. ما لقيتيش ليه ياخذ لك حقك؟ ما لقيتش ليه ياخذ ليا. ما لقيتيش ليه يساعدك باش تعالجي ولدك؟ ما لقيتش. ما لقيتيش ليه يعاونك باش تخلصي الكرا؟ ما لقيتش اختي حتى شي حاجة. دابا راكب عليا في شهرين دابا ديال الكرا، بين الماء والضو وكل شيء، ودابا الدرس عيسى الكريسة الوحدة هي اللي ولدي طاح لي. كنت كنخدم وكنمشي عند العيالات ونخدم في الديور، دابا ما بقيتش كنقدر نمشي نخدم مع ولدي، ما بقاش دابا كيقدر يتحرك ليا بزاف. خاصك تقابليه. خاصني نقابلو، خاصني نبقى مترصده معاهم. دابا تما للدار اللي كاريه عندك كتقول لي خلصي ليا. شحال كاريه اختي؟ كاريه في البيت ب 16. 16000 ريال، شحال من شهر مجموع عليك؟ مجموع عليا شهرين. شهرين، يعني ماشي شي حاجه اللي كثيره. ماشي شي حاجه اللي كثيره. ممكن اي واحد يوقف معاك في هذا الجانب الانساني هذا. واخا انت اليوم شنو بغيتي من الناس، من المحسنين؟ بغيت من الناس المحسنين يساعدوا معايا، واخا باش نداويها ولدي رجلو. تساعدوا معايا واخا باش خلص الشهر ديال الكرا، باش ما تشربش انا وليداتي الزنقه، حتى الشهر ديال الزنقه حتى واحد ما تبغيش. واخا انت مازال صغيره، يلا عندك 28 عام، كنتي عشتي هاد الظروف كامله. مصابره اش غندير اختي؟ انا ما صبرتش اش غادي ندير؟ في نظرك شكون المسؤول على هادشي اللي كتعيشي؟ المسؤول الواحد هو الاب، هو اللي ما هزوش اختي. واهم واهم، حيت انا ديما كنبقى امراه، يعني المجتمع كنبقى ديما انا امراه. الراجل هو اللي الكل في الكل، ولكن المرأة كتبقى ديما مرأة. حسيتي براسك تهديتي، ما بقيتيش قادرة؟ ما بقاتش عندي اختي لا جهد للخدمة لا والو، وكذلك كنخدم وكنكافح باش كنوكل وليداتي، وتزادني دابا مشكل حتى ديال الولد. دابا الهم الواحد ديالك هو تعالجي ولدك. الهم الواحد هو نعالج ولدي بعدا من رجله، ما تبقاش لي بعدا عيب. ها هو فين بارك. غنوريكم غير الرجيلة ديال الوليد. كنتمنى الله يجازيكم بالخير انكم توقفوا مع هذه البنيه، ديروها بنتكم، ديروها اختكم. الهم الوحيد ديالها هو الوليد ديالها يدير العمليه، فما تشوفوش فيها هي يا كأم، نقولوا هي غلطات، ما كانش لا تجوز صغيره باهم غلط، ولكن هذا الوليد اللي عنده 9 سنين راه ما عنده حتى شي ذنب،
انه دابا مهرس وكيحس بالالم وما لاقيش العلاج. فكنتمنى انكم تشوفوا بها بقلوب رحيمه وتوقفوا معها، راه مازال صغيره، كلنا كنغلطوا في الحياه، المهم هو القول اللي ساعدنا ماشي اللي حاسبنا. انت دابا اغلبيه كيحاسبوك ما كيساعدوكش. كيحاسبني وتحت كيساعد كلشي دابا كاع عائلتي كيغطي اللوم عليا انا. كيقول لك انت اللي بغيتي تزوجي، انت اللي بغيتي تولدي، انت اللي، ولكن الله اللي كيكتب هادشي ماشي حنايا. الزواج ماشي عيب ولا حرام، بالعكس. حاجه ما عيب ما حرام، الزواج بحق الله، الطلاق بحق الله، اي حاجه بحال الله سبحانه. اكيد. هي المجتمع ديالنا اختي ما كيرحمش. ما رحمكش المجتمع. والمعلقة القديمة شوفت الشوفة ديال الناس كد، ديما شوفت الناس كد، النظرة ديال المجتمع كتكون شوية ناقصة. يعني أي حاجة خايبة كيرجعوها في المرأة المطلقة. وعلاش ما تكونش بداية ديال شي حاجة زوينة؟ وإن شاء الله يوقفوا معاك المحسنين، يوقفوا معاك خوتك، واخا غير باش ديري لوليد العملية. كنتمنى مشاهدي قناة شوف تي في الله يجازيكم بالخير، حنا تنديروا هذا الفيديو، تنديروا هذا اللايف على ود حاجة وحدة، هو باش نعاونوا هذه البنية هي وليداتها، ماشي على ود شي حاجة أخرى. الوليد محتاج للعملية، فكنتمنى أنكم تشوفوا في الوليد، ما تشوفوش الأم ولا الأب ولا الأغلاط ديالهم. فقط اللي بغى يدير شي أجر واللي بغى يدير الخير مع الله ماشي مع شي حد آخر، هو هاد الوليد هذا تعاونوه باش يدير العملية. عارفة الثمن ديال العملية؟ ما عارفاش. باقا ما ديتيش كاع للطبيب. ما تقيسوش، حد واحد السيد هو اللي داني، النهار اللي طاح ليا دار ليه بلاكا ودار ليه واحد البانداج دار ليه جمعوا ليه بها رجلو، لحد الآن دايره في الشنديرة، صافي هادشي اللي، وهذاك السيد هو اللي خلص عليا كاع 40 درهم في المستعجلات. باش عرفتي ان راه الوليد خاصو عمليه. باش عرفتي. فالله يجازيكم بالخير مشاهدي قناه شوف تي في، حنا كتوصلنا الميساجات ديالكم وكيوصلونا الاخبار ديالكم انكم كتعاونوا الناس اللي كنصوروا معاهم وكتوقفوا معاهم. الله يجازيكم بخير من هذا المنبر، حنا عارفينكم كتثقوا في القناه وكتثقوا في الناس اللي كيدوزوا معنا في القناه. فكنتمنى انكم توقفوا مع هذه السيده باش دير الولده العمليه وتخلص الكره ديالها، باش ماشي اليوم ولا غدا نجيو نلقاوها متشرده هي وليداتها في الزنقه، عاد نوضوا نعاونوها. فعاونوها دابا، ما حد باقي الحال، ما حد باقا كتناشدكم باش ما نشوفوهاش في شي حاله اللي خايبه، وديك الساعه غيصعص علينا الامر اننا نوقفوا معاها. فالرقم ديالها هو 0612 21 76 17. كنتمنى انكم توقفوا معاها في اقرب وقت، لان الوليد الحاله ديالو صعيبه ما يمكنش تسنى. كنتمنى ان التليفون ديالها اليوم يتصلوا بها الناس وتوقفوا معاها في اقرب وقت. اختي شنو تبغي تقولي للمحسنين؟ اختي بغي نقول للمحسنين تعاونوا معايا على قبل ولدي الله يجازيهم بخير. هادشي اللي باغا والدينا، هادشي اللي باغا، ما بغاتش شي حاجه، هادشي اللي باغا. امومه صعيبه ياك. بالنسبه للام عندها جوج وليدات وباقي صغيره في الحياه، راه صعيبه عليا. ما كرهتيش توفري لوليداتك كلشي؟ ما كرهتش كلشي، كرهت نشغلهم احسن بفاطمه ونعيشهم ونقراهم في البريفي وما نخلي ما ندير ليهم، ولكن الظروف صعيبه، الظروف اللي كنعيش انا صعيبه، ما كاينش اللي واقف معايا. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، كنتمنى انكم توقفوا مع هذه البنيه، هي حتى هي مازال صغيره ووليداتها مازالين صغار، يعني غير بنيه ووليد. فالله يجازيكم بالخير، وقفوا معاها في اقرب وقت. الرقم ديالها هو 0612 21 76 17. كنتمنى نسمعوا شي خبر زوين من هنا للعشيه، وان الوليد دار العمليه وانك انت خلصتي كراك. يعني مسائل بسيطه عندك، ماشي شي حاجه اللي صعيبه، لكن بالنسبه لك انت قطعه، لكن بالنسبه لك انت هي جاتك صعيبه لان الظروف ديالك الماديه شويه ما كنسمحش لك باش تقومي بهذه الواجبات هذه. ونداء حتى الطليق ديالك الا كان كيسمعنا يحاول يقوم بالواجب ديالو تجاه الابن ديالو. اكيد اكيد اختي، كنتمنى لك الخير، وكنتمنى من المحسنين والمتتبعين ديال قناه الشعب انهم يوقفوا معك كيف ما كيوقفوا مع بزاف ديال الناس. اذا نعاود الرقم للمره الاخيره هو 0612 21 76 17. حتى لهنا مشاهدي قناه شوف تي في، غادي نودعكم في امان الله، حتى نلقاكم في مباشر اخر ان شاء الله.